افضل من النادي الاهلي، انه ممكن يعمل عليه مباراه كبيره ويبقى يستعيد الثقه، حتى لو يعني انا في اعتقادي خارج السباق، يعني ما عندوش حتى ما بيفكرش في فرصه ان هو ممكن يوصل، لكن مباراه نعم. على المستوى الفني وشخصيه كلارك اللي انت اتكلمت عليها او توضحها كمان اكتر، ايه الفرق ما بين السكاوتنج، مدير كان يعني مدير كان فني محلل كان الاداء نعم. ومدير فني مثلا مارس الكره بشكل اكبر؟ يعني انا في وجهه نظري ميزه لي كلارك ان هو اشتغل مع افضل وقت تقريبا ليستر سيتي. بنتكلم على محلل اداء ليستر سيتي في السنوات الاخيره، وبالتالي احنا شفنا ليستر سيتي طبعا لما توج بالدوري فيه طبعا كانت مفاجاه اكيد ما كانتش متوقعه، وكلنا طبعا استعجبنا انك تكسب الدوري ده فين، فتاخد الدوري من السيتي، وساعتها اعتقد كمان كان تشيلسي هو اللي بينافس لغايه الاسابيع الاخيره، كان اعتقد انطونيو كونتي كان هو المدير الفني. فلي كلارك كمحلل اداء بقى قوه محلل اداء كابتن هاني، ان كل تفكيره وكل عقليته فيها مبررات، أرقام مبنية على الأرقام. طبعا وظيفة المدير الفني بيبقى فيها أمور بعيدة عن الأرقام، هي بياخد جزء الأرقام بيحل الأرقام. يعني ياخد الأرقام ويحولها فني بالظبط، هي جزء من الأرقام، لكن أنت محتاج مدير فني. أنا بتتوقع أنت أكيد طبعا ما بتعرفش المنافس هينزلك عامل إزاي، فجزء من التسقاط اللي عليك كمدير فني ان انت محتاج تتوقع المنافس هيعمل ايه وتحط سيناريوهات. بالظبط، دايما بنقول ان واحده من النقط اللي كانت بتميز مانويل جوزيه مع النادي الاهلي ان كل مباراه كبيره، المباراة الكبيره كان بيحط لها سيناريوهات وبيقسمها. انا اول نص زي مثلا رحنا الصفاقسي الدقيقه 40 ايا كانت النتيجه هسحب اكوتي اللي انا كنت حاطه ثالث في هاف ديفندر في نص الملعب، وهنزل عماد متعب وهعمل ثنائيه هجوميه مع فلافيو. انا مغلوب متعادل كسبان، انا هعمل التغييره دي كانت واضح جدا ان هو سيناريو مترتب عليه. الشوط الثاني تغييره الكابتن اسلام الشاطر، تغييره الكابتن وائل رياض، كل ده واللعيبه نفسهم لما رجعوا مصر وعملوا احاديث صحفيه قالوا يا جماعه بصوا انتوا عارفين احنا كنا مخلصين كل حاجه في الجزيره. صحيح. رحنا تونس، حتى انا ساعتها كنت مع الفريق كنت مسافر معاه، التمرين اللي اتعملت في ملعب المنزة فوجئنا ان مانويل جوزيه بيدخل الجمهور مع ان مش طبيعته. بالظبط، كانش طبيعته مانويل جوزيه كان يجي قبل كل مباراه مهمه يقفل على الفرق، فجاه الراجل بيقول لك اتفضل عايز تخش تتفرج على التمرين اتفضل خش، طب ليله المباراه في تمرين الساعه ملعب رادس اتفضل خش، ده يبين لك ايه؟ ما عنديش حاجه اخاف بيها لان انا اصلا مش هعمل حاجه هنا. وبالتالي السيناريوهات اللي كلارك هيبقى حاططها او بيشتغل عليها لما بقى مدير فني اللي هتساعده مبنيه على الارقام، هو اكيد كل الارقام اللي معانا دي معاه اكيد كلها معاه، وهو هيبني هيشوف ان فرقته ما قدرتش ان هي تواجه النادي الاهلي في الملعب، سواء في الاختراق من العمق، سواء في التصويبات، سواء في العرضيات. وجهه نظري مباراه زي دي لما هتيجي تختار لها، وطبعا انت معاك سكواد من اللعيبه هيجبرك انك تلعب بمهاجم صريح وحيد، فانت في وجهه نظري هيحاول ان هو يدخل واحد من الاطراف ويلعب على اكبر عدد من الكرات العرضيه. طب اللاعبين تعالى نتكلم انديفيدوال كده على اللاعبين، افضل اللاعبين